السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من لقمه هنيه. الجمعه كالعاده المسابقه مع حضراتكم كل اسبوع بيكون عندنا اتنين من امهاتنا، اتنين من اخواتنا، اتنين من اصدقائنا، اتنين منافسين، اتنين جايين يعملوا اكل حسب الموضوع. النهارده زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، الحلقه اللي فاتت كان الخميس، قلت لكم في حلقه بتاعت الجمعه مميزه جدا. النهارده احب ارحب باصدقائنا واخواتنا البنات، الاستاذه ناهد يا اهلا بيكي اتفضلي، والاستاذه صفاء يا اهلا بيكي اتفضلي. اهلا بيكم، منورينا، اخباركم ايه؟ كله تمام؟ يا اهلا وسهلا بيكم. كنت بقول لحضراتكم امبارح الحلقه كانت مميزه جدا، او النهارده حلقه النهارده مميزه جدا، وبقول لكم دلوقتي هي مميزه جدا لان اصدقائنا دول جايين وكمان عندهم قصص حلوه جدا وعندهم اكل جميل جدا، وهم كمان جايين يعلمونا حاجات كتير جدا لحضراتكم، ويوعوا ما بين قوسين كده كويس قوي، يوعوا اخواتنا البنات اللي يعني نتكلم بالتفاصيل مع حضراتكم في موضوع مستشفى بهية، مظبوط كده؟ مظبوط. ونتكلم ونفيد الناس أكيد. ونفيد اخواتنا البنات والتجربه اللي انتوا عشتوها نتكلم عنها بشكل بسيط. وانت بالذات انا زي ما قلت لك من دقيقتين انا جاي اهزر، انا مش جاي احس ان في اي توتر ولا كاميرات ولا حاجه، اوكي؟ انا قدام الكاميرات بقول لك كده ومن شويه قلت لك كده، تمام؟ فيومنا هيكون لطيف جدا ان شاء الله مع حضراتكم، وهنتكلم بالتفاصيل على كل حاجه ليها علاقه بالاكل والشرب، وكمان فتره العلاج لكل اخواتنا في مرضى سرطان الثدي من مستشفى بهيه. هنتكلم بالتفاصيل ونتكلم كمان بطريقه وعي كويسه جدا لكل اخواتنا البنات، ونتكلم بكل حاجه. تمام؟ تمام. هتعملي لنا اكل ايه النهارده؟ هنعمل صدور بالروزماري والزعتر بشويه، ماشي، جنبيها ناخد شويه سوتيه كده. ده انت جايه بقى اكل صحي، صح بقى. يس، هيلثي فود بقى. حلو. شويه رز عشان يبقى فيه بروتين ونشويات. كلام جميل. هنعمل كمان شويه شوربه لو حد حابب شوربه فراخ بالكريمه، زي برضو الفل. حاجه هايله. تمام، ماشي الكلام. وحضرتك نفس الموضوع برضو، فراخ، صدور فراخ متبله ومشويه او في الفرن، ورز ابيض برضو، وخضار سوتيه، وشوربه فراخ بالكريمه. تمام، زي الفل. زي ما حضراتكم سمعتوا المنيو جميل جدا وحلو جدا. عندنا فصل صغير جدا، بعد الفاصل هنرجع مع ابطال مستشفى بهيه وابطال الاكل بقى الصحي، وهنتكلم بقى على التفاصيل، وهنتكلم كمان على التجربه اللي عدت، والحمد لله يا رب يشفي كل اخواتنا وكل امهاتنا يا رب. نطلع فاصل ثم نواصل، اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه، واحب ارحب تاني بضيوفنا واعزائنا واخواتنا واصدقائنا الاستاذه ناهد والاستاذه صفاء، منورينا. اخباركم ايه؟ الحمد لله. انتوا من الناس اللي بتطبخوا وما بتتكلموش، ولا ينفع تطبخوا وتتكلموا؟ لا، نطبخ ونتكلم عادي عشان ما اعطلكمش وتقولوا بقى في الاخر ان انا ايه عطلتكم. لا لا خالص. تمام؟ تمام. فنبدا نشتغل، واحنا بنشتغل او واحنا بنطبخ يعني ندردش. تمام. وهنتكلم بقى اخباركم ايه والدنيا فيها ايه، زي ما كنت بقول لكم من شويه، انا عيب ده، انا هو ده زي ده. تمام. قبل الفاصل او قبل الهوا هو نفسه اللي هقوله، ماشي؟ تمام. الكلام يلا بينا، تفضلوا ونبدا كالعاده باليمين. اوكي، انا يلا. احنا هنبدا بالصدور الاول، صدور الفراخ المشويه بالاعشاب. تمام، شفت انا فاكر ازاي؟ برافو. ناهد. ايوه، اسمك ناهد سعد. تمام، صح كده؟ صح كده. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. تمام. وايه اخبار صحتك؟ احسن كتير جدا. دايما يا رب. بتبيع الفراخ المشويه؟ اه. حلو، بتبيعها ازاي بقى؟ هو انا هقول على التتبيله اللي المفروض نمشي عليها كلنا، بس انا بقول على الحاجه اللي انا استعملتها اثناء فتره الكيمو طبعا. حلو. مش بنحتاج ان احنا نحط، بنتمنع طبعا من الملح والسكر والكلام ده كله. تمام. فاحنا عشان كده بنحاول ندي التست بتاعنا عن طريق التوابل. عن طريق التوابل يعني ده شوي. تبهيره مخصوصه لكل تقريبا للاكلات كلها في فتره العلاج. فتره العلاج كلها؟ اه تقريبا كنا ماشيين. بيبقى فيها ليها علاقه بشويه بخففان السكر. بالظبط. ومفيش ملح. والملح دول بيتشالوا خالص. بالظبط. مهمين جدا. يعني مهم ان هم يتشالوا، يا ريت كلنا صحيا نبتدي نقلل منهم جدا. مظبوط. تمام جدا. حلو. فهتتبلي الفراخ، مفيش سكر ومفيش ملح، وبهاراتك براحتك خالص، عيش حياتك. هنحط شويه العكس. فلفل.
ايوه فلفل اسود تمام على ميه البصل شويه ميه بصل على حبه بهارات شويه كركم بقى شويه اللي بيحب حاجه يعني شطه شويه بس يعني ما حبش ان دلوقتي ناخد لها شطه حلو فهنحط الحاجات دي بسيطه جدا تتبيله بسيطه قوي تمام احنا مش محتاجين ان احنا نغير الطعم في يعني نغير طعمها قوي احنا نستفيد منها بس عايزين فايدتها او في روائح بالظبط لطيفه هنغير بس. ريحتها واكيد طعمها هيتغير طبعا التوابل مفيده جدا جدا وبالذات تمام. الحاجات الزعتر الروزماري الاعشاب دي مهمه تمام. جدا حلو والتوابل على قد ما يبقاش على قد عشان يعني كورون. اه بالظبط احنا طبيعي بيبقى طعم الكيموثيرابي عامه بيغير كل حاجه فينا مش جسمنا بس الطعم كمان يا رب دايما فاحنا تمام. نحب ان احنا نهتم طبعا بالحكايه دي لكل الناس اللي بتتعالج دلوقتي وان شاء الله ربنا يشفيهم ويشفي المرضى كلهم يا رب فعشان كده بنستعمل حاجات خفيفه مش عايزين ناذي معدتنا يا رب ولا نحس ان احنا في حاجه تعبانه فعشان كده بنحط الاعشاب بسيطه برافو والاعشاب مفيده جدا برضو جدا حاجة. طبعا طيب وانت بتطبخي برضو هدردش معاك انتي قلتي كام معلومه كده طب في بعض الناس مش عارفين الموضوع النهارده احنا عندنا اصدقائنا من مستشفى البهيه لسرطان الثدي وعندنا كمان اخواتنا النهارده الاخت صفاء الحمد لله ربنا شفاها وزي الفل زي القمر زي ما حضراتكم شايفين وكمان عندنا الاستاذه ناهد زي القمر وخلاص صح كده انت صح كده انت ما شاء الله عليكي والله العظيم يعني افتكرت بتضحك عليا من شويه ميرسي ميرسي يا شيخ الله اكبر عليك يا رب دايما يا رب يديكوا الصحه والعافيه طبعا زي ما حضراتكم بتشوفوا اكيد دايما في حملات تلفزيونيه كتير جدا بتطلع دايما بتتكلم على موضوع سرطان الثدي وطبعا اللي يتكفل الموضوع او دايما اللي ماشي ورا الحملات دي هي مستشفى بهيه فالمستشفى دي هي مخصوص بس للحملات دي كلها ودايما في توعيات لو هفكركم كده انا فاكر كويس قوي كده انا صح ولا لا كانت منى زكي بتعمل اعلان تمام صح كده صح كده فكان دايما بيكلموا على موضوع سرطان الثدي للبنات ودايما بيتكلموا على موضوع روح اكشفي روحي شوفي روحي اطمني على نفسك مظبوط ده حقيقي المفروض كملي انت بقى عشان انا لا ده حقيقي هم دول لا ده حقيقي المفروض ان احنا بنعمل كشف ذاتي لنفسنا دايما. ده مهم جدا لكل بنت ولكل ست مش شرط ان انا اكون مريضه بريست كانسر فانا مش هروح اكشف لا احنا بنقول لهم يا ريت يا ريت الكشف الذاتي ده مهم جدا ودي حمله توعيه معموله من مستشفى بهيه من بدري جدا من اول ما ابتدوا فانا بقول لهم يا ريت الموضوع ده يعمم لكل البنات وكل الستات يبتدوا يعملوا الموضوع ده من نفسهم مش محتاجين ان احنا نروح لدكتور حتى في الاول ابتدوا اكشفوا على نفسكم انتوا بنفسكم ايوه تاكدي ان في حاجه طيب بصي هي كاميرا معلش يا حمد يا خالد انا اسف هي كاميرا الاستاذه ناهد فين دي حضرتك ممكن تبص للكاميرا دي وتقولي كل حاجه انت قلتيها بالظبط للكاميرا دي عشان اخواتنا البنات يسمعوا من حضرتك وتبقى التوعيه جايه من حد مصدر ثقه تمام خدت تجربه والحمد لله في فتره الشفاء دلوقتي الحمد لله يا رب دايما يا رب يشفيكي قولي ايه اللي حصل بدايه الموضوع حسيتي بايه او ايه الفكره وبعد كده بدا التطوير الكشف كانت ماشيه ازاي لحد ما وصلنا بقينا بناكل ايه وبنتكلم على فحضرتك الكاميرا معاك اهي اللي هناك دي ودردشي براحتك ووضحي تمام اوكي احنا زي ما قلت دلوقتي احنا المفروض بنبتدي بنفسنا بنكشف بنعمل الكشف الذاتي لروحنا ده اللي حصل معايا بالظبط هو انا كشفت على نفسي كشف ذاتي بيحصل كل شهر حسيت طبعا بحاجه غريبه موجوده كلكيع شويه هتحسي بشكل غريب في جسمك ما ترددتش طبعا وابتديت اول حاجه عملتها ان انا رحت بهيه توجهت لها على طول لاني انا عندي فكره عنهم ان هم تخصص بريست كانسر وطبعا يعني مش محتاجه اقول لكم احنا بنتعامل ازاي في المستشفى هي ما يعني حرام نقول انها مستشفى هي بيتنا طبعا بعد اللي احنا عشناه معاهم لا 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 من دعم نفسي دعم مادي بدات طبعا معاهم كمريضه ما كنتش اعرف خالص ووقت ما عرفت وتوجهت لهم اول كشف ليا كانت الصدمه الاولى طبعا اني اعرف اني عندي بريست كانسر مش عايزه احكي يعني تفاصيل بس الخطوط وبقى العريضه وبقى موضوع العلاجات بقى تبدا تشتغل والحمد لله الحمد لله ليه قلت لك وجهي الرساله بنفس حضرتك انا مش انا محتاجه ان ده يوصل لهم لكل البنات بالظبط هو توعيه جايه النهارده من الحلقه دي من خلال الحلقه نتكلم عن الاكل للموضوع وعن تفاصيل العلاج من الناحيه الصحيه في الاكل الصحي عامه وكمان مصدر ثقه زي حضراتكم يكلموا يوعوا اخواتنا ويوعوا كل امهاتنا لاي شيء في الحاجات دي
عشان كده بس انا حبيت اخلي ناهد توضح المعلومه لحضرتك. انا لا افقه شيء عن المعلومات دي وممكن اتكلم في الاكل طبعا دي ده مجالي، ولكن في حدود او في نقط صغيره كده هم اكيد ادرى مني فيهم. وكمان صفاء كانت تتكلم تقولي الحمد لله، يعني انا على وشك الشفاء، مش 100% عشان زمايلي ممكن يفكروني ان الموضوع خلص وانا ما بروحش الشغل. فصفاء تحبي برضه تقولي حاجه براحتك، يعني الكاميرا قدامك، وتحبي تقولي اي شيء عن التوعيه، عن الاكل، الاخبار، الاكل معاكي، تنصحي ايه باخواتنا البنات لو حد حابب يروح يبقى يعمل تشيك على صحته؟ طبعا انا انصح كل الناس، يعني كل بنت وكل سيده، لان انا طبعا عانيت، لان انا سبت نفسي لمرحله كانت صعبه جدا، ما كنتش اعرف ان انا تعبانه، وكنت حاسه بحاجه بس يعني كانت ملحوظه جدا، بس انا طنشت، ما اهتمتش بمعنى اصح يعني. ولولا برضو ان انا كنت بتكلم قدام واحده زميله في الشغل، فهي عرضت عليا ان انا لازم اروح اكشف، وجت معايا بصراحه يعني. وما عرفت بقى، عرفت ان انا في مرحله كانت صعبه، وان انا سبت نفسي للاخر خالص، وده كان غلط. طبعا كان غلط جدا، وان انا سبت نفسي للاخر انا بعاني لحد دلوقتي. وبدا يظهر عندي حاجات تانية برضو بنفس المرض، يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله انا عندي، بص انا مش زعلانه، الحمد لله انا مش زعلانه والله، الحمد لله. ده امتحان من ربنا، وحتى لو انا مثلا يعني اللي ربنا كاتبه لي كله نعمه، الحمد لله. حتى لو انا مش هعيش عادي برضو، مش مشكله، زي الفل. يعني مفيش مشكله، ربنا يديك الصحه وطول العمر، وبتقف بتطبخي لي. عايز ايه تاني؟ ده احنا في نعمه، ربنا يخليك، احنا زي الفل. هتاكليني بقى اكل حلو ولا نص كم؟ والله ان شاء الله اكل هيبقى انا حلو. عندي يعني كلام كبير قوي عليكم، بتطبخوا كويس الحمد لله، بخلاف كمان الاكل الصحي الحمد لله. فخلينا بقى نرجع ونكشك بقى واشوفك انت رايحه فين بتشويحه البصل الحلو والزبده انت عملتها. زبده ده صح ولا زبده؟ لا زبده زبده. الله الله. طب يا عم في ايه انت بتخضنا بس كده؟ قولي بقى دخلتي على ايه وبتعملي ايه في الاول؟ والله انا حطيت الزبده وحطيت الفراخ عشان تشمع، عشان ما تنزلش ميه وكده. برافو عليك. وبعدين حطيت لها البصل، هتتقلب شويه، وبعدين احط لها التومه والكرفس الله عشان الله. خاطر نعمل الشوربه. تمام. الله حلو قوي، شكلها مشهي جدا، ربنا يخليك. قولي بقى انت اخبار الاكل معاكي ايه في البيت؟ طبعا بسم الله ما شاء الله عندك، الله اكبر، محمد وحبيبه. تمام الحمد لله، ربنا يخليهم لك ويشوف احسن الناس. انا شفت حبيبه من شويه مظبوط؟ تمام. لكن محمد ما جاش معاكي؟ ملوش. يعني ربنا يحفظه لك يا رب ويكرمه لك يا رب. ربنا طيب. يكرمك يا رب. قولي بقى انت بتعملي اكل ايه في البيت؟ والله انا بعمل كل الاكل أي. بس انا ولادي مش بياكلوا، ما لهمش قوي في الاكل بتاعك. طبيخ بقى ولا ايه الوضع؟ بيحب نواشف؟ انا جوزي بيحب الطبيخ. الله، لازم طبيخ. حلو يعني... شرقي ده طبيعي. تمام حلو. يعني لو فوتنا مثلا شويه من غير طبيخ بيبقى متضايق وزعلان. والله مش لوحده، مصر كلها كده على فكره. لمعلومتك يعني. المشكله بقى ان انا عندي باباهم الحمد لله بياكل كل حاجه ما عدا السبانخ. ما عدا السبانخ مش لوحده برضو، 80% من الشعب المصري ملوش في السبانخ قوي على فكره. تمام حلو. بس المشكله عندي ولادي لو مثلا باباهم طبخت طبيخ ممكن محمد وبابا ياكلوا وحبيبه ما تاكلش. ما ياكلوش. ممكن حبيبه وباباها ياكلوا ومحمد ما ياكلش. يعني في نسبه وتناسب. بالظبط. ما تاخدي المنيو من راي الجميع واعملي لكل واحد طبقه. مش بيريحوا. ليه؟ يعني لو جيت النهارده مثلا لابو محمد هياكل سبانخ او ما ياكلش سبانخ، وحبيبه بتحب السبانخ، اعملي السبانخ لمين؟ لحبيبه. يجي محمد يحب البانيه. تمام. اعملي له البانيه. يجي ابو محمد عايز طاجن تورلي باللحمه الضاني، اعمله له. المش كنت بقى ريحت نفسك، وانت طبعا اكيد بتاكلي اي حاجه، اي حاجه زي امهاتنا واخواتنا كلهم. الحمد لله باكل اي حاجه يعني، فده عادي جدا. حاجه غريبه جدا يا جماعه والله في موضوع امهاتنا واخواتنا دول، احنا بنحاول نرجي كل الاذواق. مظلومين. نعم فندم. بنحاول نرجي كل الاذواق مضطرين. يعني انا اقول لكم بكل صراحه وببساطه، يعني اشمعنى الامهات والاخوات كده؟ البنات عم جنس البنات ذات نفسهم ليه؟ المفروض تبقوا انتوا ليكوا يا جماعه الاولويه في البيت. انا مش بقوي حد على حد، انا بقول الصراحه. انت الاول يعني، انا بقول للام يعني لا انت الاول وكل حاجه، انت فوق الراس وكل حاجه، ولكن لا والله انا اللي بعمله وباكله. وبعدين انا مش اكيله برضو قوي يعني، انا
يعني ممكن مالكيش في الاكل؟ لا لا خالص. أيوة. خالص. بس انا ممكن مثلا لو هما مش موجودين في البيت انا مش بطبخ اصلا. طب وتعيشي كده علبه تونه ماشي، حبه مكرونه قشطه، اي حاجه ماشي كده عادي، كله ماشي هو يعني. ده كل امهات كلها بالظبط. لا يا جماعه لازم تاخدوا حقكم في البيت ولازم تاكلوا كويس يعني عشان يبقى برده في مساواه في كل حاجه. ما تجيش بقى في الاخر تقول لك والله ده انا بسيب الفراخ واكل الاجنحه. يا ست كل ما انت كنت ممكن تاخدي برده عادي، بس انت سايبها لنا بس ايه للذل. ايوه عشان نقول لكم كل شويه. ايوه كده. ايوه احنا بنوزع وما بناخدش. ايوه عشان تيجي في الاخر تقولوا احنا ما بناخدش. لا لا انت والله ممكن تكوني والله مش بنقول خالص يعني، بس هو اللي يعني ايه هم بنشبع. هم بنشبع لما بنوزع وانتوا شبعتوا خلاص احنا شبعنا. الواحد لما يشوف الطفل بياكل او ابنه بتاكل او بنته بتاكل هو كل بالظبط خالص ان انا كنا نايب ونايب. انا بهرب خلاص انا كده شبعت لما هم كانوا. ايوه. طيب نرجع ل ناهد، شغاله انت في الدنيا كده وعلى السؤالنا كده ومحدش سامع عنك حاجه خالص. بتعملي ايه؟ احنا حطينا الرز على النار ودلوقتي شغاله في الشوربه وان شاء الله هتبقى خير. كويس ان شاء الله، خير ان شاء الله باذن الله. هيبقى كويسين وزي الفل. شوربه كل حاجه. طب نفتح حله كده ونبص نشوف بيعمل ايه. احنا اول حاجه هنا الحلوين دول هنعملهم سوتيه كده، ناخدهم بلانشا. اوكي الرز اهو تمام ماشي، ودي مرقه عليه ودي مرقه هنشتغل بيها على الشوربه. نعمل لكم شويه شوربه كده كريمه ان شاء الله. طيب قولي لي بقى ايه اكتر الاكلات الممنوعه لمرضى سرطان الثدي ما ينفعش تاكلها البنت او الست عامه، او مش مقبوله تاكلها عامه في فتره العلاج بتاعتها؟ لا هقول لك على حاجه، مفيش حاجه ممنوعه خالص بالظبط. حلو. للمرضى او الغير مرضى احنا بنقول عايزين نبتدي، يبقى اتجاهنا كله يا جماعه مش هنقول هيلثي فود عشان الناس ما تقولش ايه هيلثي فود ده وعايز فلوس ومحتاج. بالعكس جداً. ده إيه اكل موفر جدا جدا وبيبقى يعني صحي في طبعاً. كل حاجه طبعا براحتك خالص. اتفضلي يا فندم معاكي. اساعدك في حاجه لحظه واحده بقى عشان عايزه اشيل دي بس كده. دي ايه دي؟ هي كانت اتولعت عليها النار. وانا ليه هتعملي بيها ايه؟ للرز. حلو. ولا للفراخ؟ لا لا مش انت هتزوم الفراخ دي فين؟ في طاسه؟ ايه في الفرن. طب ما تاخديها صدمه هنا واستغل السخونيه وبعد كده اعمل حبه الرز الفصل اللي جاي. تمام. ايه رايك في الكلام ده؟ تمام. انا حلال احب احل كده على يلا ارجعي تاني على النار زي ما انت ماشي وتسقيها براحتك خالص. يلا اتفضلي يا نهى. هنا اشتغلنا اول حاجه هي الجزر. انت كنت بتتكلم على الاكل. ايوه انت سقطتي وانا معاكي ما تقلقيش. لا تمام يا مصطفى. وهعليك النار لان النار طفت. اوكي. حضرتك كنت بتقولي من شويه مفيش حاجه ممنوعه. مفيش حاجه ممنوعه خالص ومفيش حاجه متاحه خالص. حلو. لو اتكلمنا على البريست كانسر التجربه اللي احنا مرينا بيها، احنا اتمنع عننا الدهون، السكريات، الاملاح، الحاجات دي كلها ممنوعه. هي ممنوعه كمان للناس الاصحاء يا جماعه. احنا قلنا هنبتدي نقلل منها. طبيعي ان احنا نقللها بالظبط كده. الاعتدال في الاكل يعني ده دي المعقول. حلو بالظبط. الاعتدال في الاكل. طب ايه اكتر حاجه مطلوبه بقى في الاكل؟ مطلوب ان احنا ناكل خضار كتير، فاكهه كتير، الحاجات اللي انت ما بتاكلهاش، السلطه اللي ما حدش دلوقتي بقى يهتم بيها خالص. دي حاجه يعني محتاجين نهتم بيها. الخضروات بانواعها، الفواكه بانواعها. نقلل طبعا النشويات، دي حاجه مهمه جدا. والسكريات دي برضو حاجات يعني كنا ممنوعين منها تماما، بس ابتدينا طبعا تدريجيا نقلل منها. مفيش حاجه طبعا اتمنعت مننا خالص. احنا ابتدينا نخلي اكلنا صحي، وقبل الاكل وقبل ان احنا نهتم بالاكل والحاجات دي كلها، عايزين نهتم بنفسنا كنفسنا. الزعل 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 الزعل. مال الزعل الموضوع؟ هو الزعل ده اللي بيأثر تأثير نفسي قوي جدا يا ست الكل. معلش انت كريمة، حاجة صعبة جدا. 60% من كل بنات مصر او ستات مصر الزعل ده مكتوب في القايمة. ايوه موجود، بس احنا طبعا بنحاول نغلب عليه. الزعل مكتوب في القايمة صح يا جماعة؟ ايوه ده حقيقي. تحس ان في لازم ان يكون داخلة كده عندها حبة زعل على جنب بيطلعوا في وقت من الاوقات، بس في حتة نكد صغننة كده بتطلع. بالظبط. دي نتجنبها خالص. يا ريت يا ريت كل الستات تبعد عن النكد ده. على فكره مش مصلحه بس ليها هي، ده هيبقى مصلحه كل الناس. ده حقيقي. لجوزك وعيالك مفيش حاجه اسمها زعل. الدنيا بقت هيصه وتمام والله العظيم. يبعد عن الكآبه. بالظبط. حلو. ايه كمان نفسيا؟ دي بتاثر جدا مع العلاج والاكل. النفسيه دي مهمه جدا، وده اللي بيهتموا بيه بهية جدا. بهية جدا بتهتم بتدعم المستشفى في موضوع الترفيه. ده حقيقي. بترفيه بيدعمونا نفسيا. حلو. ما بيبقاش دعم مادي بس زي ما الناس فاهمه. المستشفى محتاجه دعم مادي، ده اكيد زي اي مستشفى. ده من ناحيه التبرعات بالظبط كده. لكن انا عندي معلومه ان مستشفى هي ما بتاخدش جنيه واحد
من اي مريض يخش؟ لا ما فيش. صح كده خالص. كلكم بتروحوا او كل اخواتنا يروحوا يكشفوا ببلاش؟ بالظبط. يروحوا لا قدر الله ويعفي كل اخواتنا يا رب ببلاش برضو، العلاج ببلاش. في اقامه مظبوط فتره العلاج برضو ببلاش موجودة. فدي حاجه حلوه اكيد طبعا، عشان نبقى واضحين برضو مع حضراتكم، زي ما الحاجات دي تبقى اكيد لكل اخواتنا، ربنا يعفي ويشفي كل مريض ببلاش اكيد برضو. لو حد حابب يتبرع لهم اكيد هيبقى لطيف جدا، ان هم اكيد برضو في مجال التبرعات وفي مجال اكيد مدخل، او اكيد في حسابات ارقام بنوك بنروح نتبرع لكل اخواتنا في مستشفى البهيه لسرطان الثدي. طيب انا عندي فاصل صغير جدا، هطلع الفاصل ده وهرجع اشوف بقى شامين الريحه للناحيه الثانيه بتحصل، وفراخ بتتشوح في الفرن، والناحيه دي كمان شوربه لسه ما سخنتش، وجزر لسه بيتسلق. ايوه. وحبه رز عسل، العسل هاكلهم انا دول مدام هيلسي. انا معاكي. اوكي. انا خاربها كل يوم. فهاجي النهارده بقى اظبط الكلام. بالظبط. ماشي، عندي فاصل صغير جدا، هطلع فاصل ثم نواصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه. طيب كنا قبل الفاصل بنتكلم النهارده مع اصدقائنا ومع اخواتنا على اكله حلوه، اكل هيلثي، اكل صحي. وكمان عندنا النهارده في توعيه قويه جدا من مستشفى البهيه لمرضى سرطان الثدي، وكمان معانا اتنين النهارده من اخواتنا البنات اللي هم ربنا يا رب دايما يعفي ويشفي كل اخواتنا. هم ما شاء الله النهارده يعني جايين يقولوا لكل اخواتهم البنات اجري روحي اكشفي بسرعه، اجري روحي التوعية، اجري يلي عايز تتبرع، اجري يلي عايز تبص على صحتك، كل حاجة ببلاش، الأمور سهلة جدا وبسيطة، وكمان بناكل أكل حلو، وجايين مع علاء النهاردة نوريكم الأكل الصح، هي دي ملخص الحلقة، أنا بس أحب كل حاجة أقولها ببساطة، صح يا فندم؟ تمام. وأنا غلطان؟ لا تمام. ولا يا ساندي؟ طيب، أنا شايف إن الشوربة خلاص على وشك. هو أنا عايزة أعلي هنا. تمام. أنتِ تأمري. ده خضار شكله بيلعلع في قلب الطاسة، أنا عالي خالص. انا عادي. حضرتك بتعملي خضار السوتيه بقى دلوقتي؟ والشوربه خلصتيها؟ والشوربه والرز خلصتيه؟ لهلوبه. انتي لهلوبه، لهلبتك دي بقى كده، كنت لسه بقول انا من شويه على زميلتنا ان هي شغاله في الصمت، لكن انتي اكتر كمان ما شاء الله. وده رز تمام. حلو قوي. انتي معليه على الرز، لو عايزه توطي عليه براحتك في اي وقت. ودي الشوربه علي عليها عشان هنا مطفيه. لا انا مش، انا لسه هحط الكريمه واضربها. اوكي تمام. تعال نبص على الفراخ المشويه بقى اللطيفة بتاعت الأساتذة. الله الله الله. نعم. أنا عايزة أطلعها بقى. أنا مش عايزة تقلقي خالص. تمام. عايزة أنت إيه؟ عايزة أطلعها. أنا هطلعها لك. طيب. أنت وقفي عندك وأنا هظبط لك كل حاجة. تمام. تأمري أمر. نعم يا أستاذي. لو النبي قول. قول قول. لا ما تبقاش تبص على الفراخ، لما غير بقول لك أبص على الفراخ. بس أنا بتهندس عليا أنت، المخرج بيهندس عليا. يقول أصل الفراخ لسه فاضلها مش عارف. حاجة بقى هندسة. فراخ بص منظر الفراخ، تعالى صور الفراخ. سيبها زي ما هي كده في النار، وخدي بالك دي سخنه. هي يا حماده شايف المنظر؟ دي فراخ مدام صفاء، شايف الشياكه عامله ازاي؟ والخضار السوتيه في الزبده بتشوح عامل ازاي؟ حبه الرز المسلوقين في منتهى الشياكه عاملين ازاي؟ شايف الكلام؟ شايف؟ حبه الشوربه بتاع الكريمه هيظبطوا، البروكلي والمشروم والكوسه. انا نفسي اتفتحت على الاكل والله العظيم. وحضرتك وصلنا لحد فين؟ خلاص وريني كده حبه الشوربه الحلوين دول. الله الله الله، كريمه لسه ناقصاها. وانت طلبت الدقيق جالك. يس. وهنا عندك ايه؟ الله اكبر، حبه الرز مسلوق من غير هو ملح، شويه زيت وبس. بس. رز مسلوق شيك قوي، بسيط قوي. وهنا الكوسه بتاعتك. تمام. قطعي بقى تقطيعاتك بقى، انت اللي بقطعي الحاجات دي. يس. ولا بتوع المطبخ؟ لا انا طبعا بامانه. امانه. احنا بنساعد. بس التقطيعات. أيوة. دي غريبه عليا. لا مش غريبه خالص. حلوه قوي، تسلم ايديك. بص منظر الخضار السوتيه حاجه في الرائع. جربتي وانت بتسلقي الخضار السوتيه تروحي مسقطه فص توم؟ لا استجرب. تخيلي فص، لا فص كامل مش مفروض. فص كامل. يدي المرقه دي نفس تاني خالص، وفي ناس تحط ورق غار. يعني العابي براحتك. تمام. طيب خلينا نبص على كمان الفراخ هنا. هلا هلا هلا، دي خلاص يا فندم ولا لسه شويه؟ يعني ايه انت تقولي؟ هي قربت خلاص. قربت يعني اسيبها؟
شفتها يا حماده؟ انا مثبت ايدي ثانيتين اهو. تمام. انا معانا في ودني هنا كرابين. لا خلاص اوكي. ساشا سيبها شويه لحد اخر الحلقه. طيب احنا كده واصلين، فراخ حضرتك خلصانه، والناحيه الثانيه برضو الخضار السوتيه. الشوربه على وجهك. اوطي على الرز. عينيا الاثنين. اتفضلي. قولي لي بقى، انت كنت في الفصل بتقولي هتعايز تقولي حاجه. قولي وما تتكسفيش. انا عايزه اقول لكل بنت وكل ست ما تعملش زي ما انا عملت. انا كنت عارفه ان انا فيا حاجه، بس ما كنتش متوقعه ان هي الحاجه دي. كنت قلقانه بس مش مديها اهتمام. لا ما كنتش قلقانه، لاني انا ما جاش في بالي خالص، لاني انا ما عنديش حد كده. ايوه. انا يعني انا كنت قلقانه على بنتي، لان هي جدتها توفت كده. فسبحان الله، يعني هو ربنا قال لي مش بالوراثه. ايوه مش بالوراثه، النصيب بالظبط كده. تمام الحمد لله. ف يعني انا بقول لاي بنت واي ست وكده ان هم لو في اي حاجه يلحقوها من البدايه، حتى لو نكشف. نكشف كشف بلاش بالظبط. والمستشفى فين مكان المستشفى دي؟ في شارع الهرم، يعني في الجيزه هنا مش بعيده. جنب مستشفى الجيزه للتطبيقيه. حلو، يعني المكان قريب مش بعيد. واكيد لو دخلوا سيرش على جوجل فين مكان مستشفى بهيه، هتروح هتخش الريسبشن تحت، انا يا جماعه عايزه اكشف. لا هو بتتصل بالتليفون الاول علشان تحجز دور، لان هي الصراحه المستشفى ما شاء الله مشغوله جدا. حلو. جدا، يعني هي مشغوله جدا وبيدوا ميعاد. هي فرع واحد؟ حاليا هي فرع واحد. حاليا فرع واحد. صراحه ربنا، يعني هم ما بيتاخروش فعلا، مش بيدعمونا زي ما ناهد قالت، مش بيدعمونا يعني العلاج بس. لا بالعكس، نفسياً. هم دايما يعني هم ايه بقى نفسيا بقى قولي لي؟ طب يعني انا عايز نفسيا بيجيبوا لنا دكاتره، وبيجيبوا لنا اخصائيين اجتماعيين التنميه البشريه والحاجات دي، وبيقعدوا معانا. يعني برنامج زي النهارده كده ده برضو بالنسبه ليهم ده بيبقى ترفيه لينا. ايوه. علشان يحسنوا من نفسيتنا، علشان خاطر ايه برضو ضغوط الحياه بتعرضك. ما تتضايقوش، ما تحسوش ان في حاجه بتاع الامور، لان ده جزء من العلاج. ايوه. يعني مثلا ان انا اروح مكان وافك عن نفسي. انت النهارده فك عن نفسك؟ الحمد عندنا فقط راس اخر الحلقه، وهنجيب لكم حاجات حلوه لو عايزين. تأمروا امر، المهم تكونوا مبسوطين، اهم شيء ربنا يخليك. ده بجد، وكون ان انا شخصيا يعني. لا والله احنا مبسوطين جدا ان احنا مع حضرتك. ربنا يعزكم. واحنا اساسا بنتفرج على حضرتك. ده شرف ليا. شرف ليا والله العظيم. وعايز اقول لكم انا اول ما جالي يعني شرف حضوركم عندي في البرنامج، كنت سعيد جدا، واتمنى دايما اكون مع حضراتكم ومع كل اي حد يكون يعني يعني يحب ان اكون موجود معاه في اي حاجه ليها علاقه بالحاجات الجميله دي. اكيد ده شرف ليا، واكيد يعني تنوروه اي مكان تروحوه، مش بس عند علاء الشربيني. ربنا اي مكان تروحوه تنوروا الدنيا، بخلاف التعب وبهيه والكلام ده كله. انتوا بنات زي الورد، اسمحي لي اقول عليكم بنات، واخواتنا البنات بنات زي الورد، فانتوا تروحوا اي مكان تشرفوا الدنيا كلها. ربنا يخليك. تمام يا فندم، كملي كده. الشوربه تمام. الله الله الله، خلاص دي على غرفة على طول. والخضار السوتي على ما اعتقد خلصان برضو. خلصان. والفراخ خلصانة. والفراخ طب ايه، انت فين يا ناهد من الحاجات دي؟ خلاص. ده خلاص لهلوبة. لهلوبة بجد يعني. ايوه حلوي. يعني انت ايه الزيت ده بقى؟ انا هدي بس تشويحة للسوتي. انا ممكن اخد بس. انت بتاخدي من انا اجيب لك لحد عندي. ربنا يخليك. يلا بينا، اتفضلي، خدي اللي نفسك فيه كله. طيب يا استاذة ناهد، تنصحي بايه اخواتنا البنات؟ مش بس ان هم يروحوا يكشفوا، مش بس ان هم يروحوا يعملوا، الحياه العامه خبرتك طبيعه عملك ايه، طبيعه دراستك ايه، حياتك ايه؟ دراستي تجاره، وانا اشتغلت في الحسابات فتره. وطبعا بعد ما موضوع المرض فانا طبعا سبت شغلي. أوكي. علشان العلاج. تمام. يعني بنحاول نرجع لحياتنا ولطبيعتنا. واحده واحده بنعتبرها تجربه، طبعا راضيين بقضاء ربنا كله ورضانا بالله. هو يعني ربنا كريم بينا جدا ان خلالنا حد زي بهيه، ده حقيقي. مش هنتعالج احسن من كده نفسيا ومعنويا وماديا، ما شاء الله، يعني حاجه هايله هناك. ناس كويسين، احنا حاسين انه بيتنا، احنا بنتعامل هناك كانه بيتنا بالظبط. الحمد لله. خضار بقى ايه؟ سقتي واحده واحده انت شكلك، وعجبني تقطيعتك قوي النهارده. يعني انت مقطعه الحاجات شكلها حلو قوي، بص المنظر، الخضار يفتح النفس. انا عاشق للخضار السوتيه، لمعلومتك بقى، دي اول مره اقول السر ده.
ومعين كنت زمان وانا صغير ما يحبوش خالص خالص. لا هو دلوقتي صراحة والكوسه دي كنت بكرهها وانا صغير، دلوقتي بعيش يعني بحبها جدا يعني. لا ان شاء الله يعجبك. والبروكلي انت سلقاه كويس لونه مخضر حلو تمام، والجزر مستوي كويس، والمشروم لطيف سطيح. احنا بنحط على حسب بس التسويه بتاعته، بنحط الجزر الاول عشان هو ناشف شويه. بعدين لو في اي خضار انتوا حابينه، مش شرط الخلطه دي، في كوسه، في فاصوليا، في بروكلي، اي خضار، اي خضار هو مفيد، اي حاجه بالظبط. تمام حلو. طب ما نفتح حلل ونقفل حلل ولا ايه رايك؟ ايوه اوكي. فين بقى؟ مفيش غرف ده، احنا خلاص قربنا نخلص ده اخر فاصل، ده فاضل فاصل كمان نطلع ناخد فيه الاكل وخلاص. خلاص الفراخ بتاعتك خلاص خلصانه، طلعها. تمام اساعدك. يا ريت. شكرا. الله الله، سلام على الفراخ المشوية. تعالى يا حمادة، تعالى. عفوا. كحة وزغط. احنا اسفين يا شيف. الحمد لله، بس يعني غريبة قوي الاثنين مع بعض، بس تمام. الفراخ المشوية مع الخضار السوتيه، شوربة الكريمة، الناحية التانية عندك ايه؟ الرز. الرز. تمام؟ تمام. خلاص كده خلصتي. وحضرتك الخضار السوتيه. خلاص. حلو كلام. مع كمان الرز المسلوق فاضل له شويه يتبخر، وعندك كده الفراخ المشويه زي الفل. وايه تاني ناقصك؟ لا الحمد لله، انا كده عسل العسل كده على الغرف على طول. تمام ماشي الكلام. عندي فاصل صغير جدا، هطلع فاصل، بعد الفاصل ناكل ونواصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب كنا قبل فاصل مع مدام ناهد وكمان مدام صفاء، انتم منورينا جدا. مرسي. جدا كمان مبسوط. مرسي. جدا وشرف لينا انتم تنورونا النهارده. ربنا يخليك. وفي حاجات كده يعني بنساعد فيها كتير مع الناس في الفواصل وفيها في الاكل، ده طبيعي، حاجه طبيعيه يعني. النهارده الذوق العالي ده محدش فينا ساعد في حاجه، على قد ما هم تقطيعاتهم بايديهم. كل الخضار ده كله بتقطع، ده طبق الاستاذه صفاء والشوربه بتاعتها والفراخ والمشروم، كل الحاجات اللي كانت عاملاها في الطاسه من شويه لو حضراتكم متذكرينها. والناحيه الثانيه كمان عندنا مدام ناهد نفس الموضوع، طبق شيك قوي. شايف الاطباق ولا تحب اعملك اخدم عليها في ايه؟ اعملها كده مثلا يعني كده كده الطف كده الطف. شوف شوف الشغل عامل ازاي. طبق سيمبل جدا، فراخ مشويه، خضار سوتيه، بروكلي، كوسه، مشروم، بسله، فاصوليا، لو في بطاطس طبعا. يا ريت. صح كده، ممكن ادخلها الفرن لما تحبش كمان. هايله. ورز مسلوق هيلث جدا. الناحيه الثانيه نفس الموضوع، مشروم، بروكلي، فراخ مشويه، دي عاملاها كامله ودي فتحها نصين، دي عامله شوربه كريمه بالشكل دوت ودي عامله شوربه كريمه بالشكل دوت. هسالكم سؤال بالمره كمان، هل من ضمن اقامتكم او وجودكم مع بهيه او مستشفى بهيه في حد بيخش معاك، بتخش المطبخ بيجيب لكم اكل، تاخدوا اكل وتروحين؟ عايز افهم. انا عندي معلومه ان انتوا عندهم مطابخ وحاجات حلوه، عندهم حاجات هايله. ولكن ايه الموضوع؟ هل انتوا في حد منكم بيعمل اي شيء هناك ولا احنا؟ لو هنتكلم مثلا على مشاورنا كعلاج هناك، احنا بنروح بنعتبر نفسنا طالعين رحله، ما بقيناش نعتبر ان احنا طالعين ناخد كيمو. وزي ما بقول، انا قلت الكلمه دي قبل كده، احنا دلوقتي ما بنقولش احنا عندنا كانسر، احنا بنقول احنا اللي عند الكانسر، لان خلاص احنا بقينا محاربين، فقادرين نقول ان احنا اللي عند الكانسر مش هو اللي عندنا. ما شاء الله. بالدعم طبعا اللي بناخده الحقيقه، دعم نفسي هناك، بتبقى جروب كده لذيذ، اكلهم حلو. احنا ساعات احنا كمان كاصدقاء في الجروب، حد حابب يعمل كوكيز، حد يعني حابب يعمل كيك، يعني بندوق بعض اي حاجه معايا. ساعات والله دي والله. ناس بتجيب محشي وناس بتجيب كل واحد نفسه حاجه. الله الله الله، انا فين يا جماعه بالكلام ده؟ بيجيبها يعني. انا كده يعني محشي هيلثي على فكره برضه كمان. يعني ايوه كله نايف ني كده عشان خاطر احنا لازم ناكل اكل صحي. ما شاء الله. وكمان بتبعدوا دايما على السكريات وعلى الموالح وعلى اي حاجه عن الكوليسترول والحاجات اللي يعني انت حضرتك حتى ممكن لما تيجي تدوق هتلاقي ان احنا مقللين. انا واخد بالي من غير ما ادوق، انا شايفكم بتعملوا ايه. وعايز اقول لكم على حاجه بقى، اقول للساده المشاهدين، ده مش اكل مرضة معين او مرض معين او اكل. صدقوني اكل صحي والله العظيم ثلاثه بدون مبالغه، الاكل ده هو الاكل الصح ومريح اللي الطبيعي اي بني ادم
طبيعي بياكل منه يكون مغمض عينه، فراخ مشويه كرسي بروتين، عندك الرز، عندك الخضار، عندك كل، سيبك من الشوربه يا سيدي عشان يمكن فيها كريمه لباني، حد يقول لك اصل انا بعمل ده، اكل دايت مبدئيا بالظبط، اكل اللي بتمرنه في الجيمات مبدئيا حقيقي، اكل كمان الاطفال اكل هيلسي اللي دايما بياكلوه بشكل يكون حتى لو في الحضانات لحد المدارس، خضار ستيه وفراخ مشويه دي اظبط اظبط حاجه بتتاكل او اسهل حاجه، اسهل حاجه واسرع بالظبط. تقطيع الخضار كمان بيفتح نفسهم، نغير لهم بالظبط، فالحاجات دي ما هياش لها علاقه بحد يكون تعبان عشان ياكل ده، لا مش شرط، احنا بس حابين نعمل حاجه خفيفه مش اهم حاجه. ولادي يسمعوا الكلام ده، ولادك ده محمد وحبيبه، محمد يا حبيب، محمد وحبيبه لازم تاكل الاكل ده عشان انا شخصيا كمان هاكل من النهارده، وعلي كمان، علي حاجه محترمه لازم ياكل خضار. مين يا فندم؟ ابني كمان. ابنك اسمه ايه؟ علي. علي، علي كان بيتصور معايا من شويه. اللهم صل على النبي، ما شاء الله امر. الله اكبر، ربنا يحفظه لك يا رب ويخليه لك يا رب. طيب انا خلاص خلصت حلقتي، واتمنى يكون حضراتكم انتم كمان استمتعتوا معانا، والمشاهدين كمان استمتعوا كمان، ويكون في فوائد او كلام يكون فيه فايده كويسه جدا لكل اخواتنا. تحبوا تقولوا حاجه ثانيه؟ اكيد. اتفضلي. يعني لو هنحب نشكر، هنتكلم عن الشكر، دي حاجة قليلة جدا طبعا، مش هقول مستشفى، هقول بهية، شكر من أول عمال سيكيوليتي للنظافة، مهتمين بكل حاجة حقيقي يا شيف، حقيقي مهتمين بكل حاجة، بتفاصيل حياتنا. احنا لما كنا بنقع في وسط الجلسات ونسقط كده ونقول مش هنكمل، نلاقي ناس بتكلمنا ويتصلوا بينا. أيوه. لا قوموا، انتوا أبطالنا، احنا بنكمل بيكم، انتوا لازم تكملوا عشان احنا نكمل. أهالينا في البيت، أنا في جزء من عيلتي كبير جدا ما كانش يعرف الموضوع، أختي هي اللي ساعدتني على ده، أحب أشكرها جدا طبعا، هي معايا من أول رحلة العلاج، قعدت من شغلها وتفرغت لي تماما. ربنا يخليكم لبعض يا رب. ميرسي. ومش عايزين نذكر أسماء في بهية، بهية كلها كلها من أولها لآخرها، ده حقيقي حقيقي، دعم نفسي، دعم مادي، نظافة، دكاترة، ممرضين، سيكيوليتي، كل الناس اللي هناك حقيقي نحب نشكرهم. وإحنا يعني لو احنا واقفين دلوقتي، انا لسه مخلصه العلاج من قريب، من حوالي شهر ونص، وعامله عمليه كبيره مش قليله. الله اكبر. هم اللي دعموني عشان اعمل العمليه دي، انا ما كنتش عايزه اعملها، ده حقيقي اصلا، قالوا لي لا لازم وتكملي حياتك، انت مش لازم يكون في حد في حياتك عشان تبقي بهيه. أيوه. هم عايزين يبقى بهيه لنفسي. ايوه، وده اللي هم عملوه معايا فعلا، وانا قدامكم اهو واقفه على رجلي. الله، واحلى اكل كمان. ميرسي. يا رب يعجبكم ما شاء الله. وحضرتك تحبي تقولي ايه؟ احب فعلا برضو زي ما ناهد قالت كده، ان انا اشكر المستشفى، لان هم في اضعف حالاتنا كنا بنلاقيهم هم اللي واقفين جنبينا بيدعمونا، من وحتى لما كنا بنتعصب عليهم، رغم ان احنا مش بندفع حاجه. أيوة. لا احنا رايحين خالص من غير اي تكاليف. ايوه، حتى لما كنا احنا مثلا بنتعصب هم كانوا بيتحملونا. ايوه، عمري ما حد فيهم كشر في وشنا. أيوه. وقفوا معانا في كل المراحل، ولسه واقفين معانا لحد دلوقتي يا رب دايما، كعلاج، كدعم نفسي. وبشكر ساندي جدا. ساندي قاعده معانا موجوده. أيوة. حاضره التصوير. أيوة. كلنا يعني صراحه انسانه بجد بجد، يعني فوق الوصف. يا رب يا رب جنبنا في دايماً. كل حاجه، في كل حاجه، في يعني. وطبعا احب اشكر جوزي واولادي، وقفوا جنبي، واهلي واهل جوزي طبعا برضه. ربنا يخليكم لبعض يا رب دايما. ربنا يخليك. والحمد لله، الحمد احنا لله. في نعمه، احلى كلمه في الاخر دي. احنا في نعمه، الحمد الحمد لله. لله. الحمد لله، الحمد لله يا رب دايما يا رب، نستاهل الحمد ونستاهل الحمد جميعا. كل حاجه بتيجي من عند ربنا خير، كل واحد فينا بياخد رزقه، بياخد رزقه 24 قيراط، يرضى من الصحه. أيوة. من المال، اهم حاجه الانسان يرضى من كل شيء. فنحمد ربنا، كلمة الحمد والشكر ليه دي الحمد لله، نعمة من عند ربنا، كل واحد فينا يحمد ربنا على بدهوله، واحنا أحسن من غيرنا بحاجات كتير جدا. حلقتنا النهاردة كانت مفيدة جدا، حلقتنا النهاردة يا رب تكون عجبت حضراتكم وتفيد كمان كل إخواتنا، إن شاء الله يا رب دايما نشوف كل خير في كل بناتنا وكل أمهاتنا وكل إخواتنا. ممكن النهاردة أطلب طلب تاني؟ اتفضلي اطلبي. أنا عايزة طبعا إن كل اللي يقدر يساعد بهية. أيوه. يا ريت يساعدها. تبرعات. تبرعات يا رب بجد، لسه قايل كده ونعيد تاني برضو، لاني بجد والله العظيم، والله العظيم عليها ضغط فعلا، عليها ضغط جامد جدا، والمرضى كتير جدا، وفي ساعات بنروح ناخد الادويه مش بنلاقيها متوفره كمان. عشان بفلوس كتير، بفلوس كتير جدا، فالدعم والتبرعات واجب جدا. انا دايما حتى بتكلم مع حضراتكم لاي حد، انتوا عارفين البرنامج عندنا دايما طول الاسبوع مع حضراتكم، بنتكلم وناخد تليفونات وبنسمع من حاجات كتير جدا. انا ما بعرفش اتكلم في موضوع التبرعات عامه، وبحاول على قد ما اقدر الحاجات المعينه اللي بنقدر
نبسط الامور او نبقى وسيله مع كل امهاتنا وكل اخواتنا وكل حبايبنا بيكلمونا، ولكن بيبقى كلام قليل قوي في موضوع التبرعات عشان ما بقاش محسوب على شيء معين او على فكره ان انا بقول يا جماعه اعملوا كذا فعلى يقول لي ايه، ما بعملش كده خالص. ولكن في حاجات بجد لازم نتكلم عليها، في حاجات ليها علاقه باخواتنا وامهاتنا بالتبرعات والمستشفيات الخيريه، المستشفيات اللي بتاخد ما بتاخدش فلوس من الناس، ده واجب علينا كلنا نتبرع، مش بس كمان لمستشفيات اخواتنا البنات، كمان مستشفى الاطفال عامه او المستشفيات اللي بيبقى فيها اطفال محتاجه كمان لفلوس او محتاجه لتبرعات، كمان لازم كمان نبص عليها، ونبص كمان على المستشفيات اللي فيها اخواتنا وازواجنا وامهاتنا، كل الحاجات دي كلها لازم وعلى قد ما نقدر نتبرع، ونتبرع مش شرط يكون بارقام كبيره، ومش شرط يكون بحاجات كتير، على ما اعتقد التبرع بيبدا على ما اعتقد من 20 و50 و5 جنيه. انا بقول اللي بسمع عنه اي حاجه و5 جنيه. فاحنا بسم الله ما شاء الله احنا شعب معدي ال 100 مليون بني ادم، احنا شعب قوي جدا، قادر جدا، عندنا قدره غير طبيعيه، عندنا حب لبعض غير طبيعي، عندنا عزيمه في بلدنا وفي حياتنا وفي مرضنا وفي صحتنا. ان شاء الله ربنا يعدي الامور، وان شاء الله كل حضراتكم ما نشوفش وحش في حد من اخواتنا ولا من امهاتنا ولا من اولادنا في اي شر واي وحش يا رب العالمين ان شاء الله. دي كانت حلقتنا، وان شاء الله حلقات جديده ان شاء الله. طبعا انتوا عملتوا الاكل طبيعي، عندنا في المسابقه في عندنا مكسب وعندنا خساره، اكيد الاثنين النهارده. اتمنى يا رب تقبلوا مننا الهدايا الصغيره البسيطه دي من البرنامج، وشرف لينا ان تنورتونا وهدايا كده بسيطه يعني حضراتكم، ولو مش حبينا في حد بره بيشتري عندنا حاجات هنغيرها. احلى ضحكه، صباح الورد، نورتونا، بنشكركم جدا لوجودكم، ودي كانت حلقتنا وحلقه جديده، والسلام عليكم.